خير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامج البيت الكبير. مساء الخير يا سهام. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي ومشاهدي البيت الكبير، جمهور وعشاء النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي والعالم. بنرحب بحضراتكم، البيت الكبير يجمعنا النهاردة. قبل ما نتعرف على الضيوف، ضيوف طبعا كل الأهلوية بيحبوهم معنا ضيوف النهاردة من النجوم الكبار سواء في الملعب أو برا الملعب، بس في الأول نقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله مصر في سلام وأمان كبير إن شاء الله يا كابتن هاني. كل مصر والشعب المصري والوطن العربي طيب، ومناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة يا رب دايما في أمان واستقرار وسلام وصحة وكل حاجة يا رب. كل سنة ومصر كلها طيبة. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. ولكن النهاردة زي ما قالت سهام معانا ضيوف فعلا من العيار التقيل، هنتكلم معهم على كواليس كتيرة جدا، هنتكلم معهم على أسرار كتيرة جدا. النهاردة إن شاء الله معانا ثلاث فقرات. الفقرة الأولى إن شاء الله بعد الأخبار معانا الأستاذ محمود صبري مدير تحرير جريدة الأهرام، والفقرة الثانية مع الكابتن أحمد نخلة أحد لاعبي المتألقين في النادي الأهلي، وكمان آخر فقرة إن شاء الله مع الكابتن أمير عبد الحميد. نروح لأخبارنا سريعا يا سهام. سريعا، ومش هنبدأ من فايلر زي ما تعودنا.